السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ كده مع بعض نتكلم في علم المنطق. بس قبل ما نتكلم كده عايزين نسأل نفسنا سؤال، هل يجوز تعلم علم المنطق ولا علماء كتير حرموه؟ لأن في كلمة كده مشهورة يقول لك إيه، من تمنطق فقد تزندق، من تمنطق فقد تزندق. طيب قبل ما نبدأ نرد على الكلام دوت نبدأ نعرف إيه هو علم المنطق، لان ممكن انا اكون بتكلم عن حاجه وانت في دماغك حاجه تانية، فلازم نعرف الحاجه، ودي هتلاقي جزء كبير جدا من علم المنطق هنتكلم فيها اللي هو التعريف نفسه، ازاي نعرف مثلا انسان او ازاي نعرف حاجه معينه. طيب نعرف علم المنطق اللي هو ايه، اله قانونيه، اداه زي اله حاسبه، اله قانونيه تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا في الفكر. الله، احنا بدانا الكلام صعب. لا الكلام صعب الحاجه، هي بعض القواعد العقليه اللي بيراعيها الانسان في التفكير عشان يوصل لنتائج صحيحه خاليه من الخطا. يعني هتبقى في شويه قواعد كده هندرسها هتسهل علينا ان احنا نفكر بشكل صح، ان لما تجيلنا مشكله مثلا في حاجه في العماره، حاجه في الشباك، حاجه نقدر نفكر فيها بشكل منطقي ونوصل لنتيجه منطقيه. انا عارف ان اغلب الموجودين في القناه مش متخصصين في علم المنطق او مش ادبي اصلا، اغلبهم هندسه او اغلبهم علم رياضه، فهيبقى الكلام بتاعنا الأمثلة من علم الرياضة ومن الحاجات اللي احنا متعودين عليها في القناة. يعني شوية هنتكلم في البيم، شوية هنتكلم في العمارة، شوية هنتكلم في الذكاء الاصطناعي، واحنا هنتكلم المنطق. انت اصلا الذكاء الاصطناعي جزء كبير جدا منه مبني على علم المنطق وعلى اللوجيك. طيب لما احنا عرفنا علم المنطق بالشكل دوت، آلة قانونية تحصل مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، هل معنى كده ان اللي عنده او اتعلم علم المنطق لا يمكن يغلط؟ اكيد هيغلط، تمام، لان هو بيتصور ان هو مش هيغلط، او بعض الناس بيجيله فكره ان هو عارف حاجات هو ما حدش يعرفها. لا، هو عامله زي لما تتعلم علم النحو، مش معنى ان انت اتعلمت علم النحو ان انت مش هتغلط، اكيد هتلحن في بعض الكلمات. طيب تعال بقى نشوف الناس بتقول هل العلم ده حلال ولا حرام. اولا هو علم من زي ما احنا قلنا بيعصمك من الخطا في الفكر، فهو من حيث الكلام ده لا يذم، زيه زي ايه علم، اللي بيذم الاستخدام بتاعه ان انت تستخدمه بشكل خطا. ففي يعني هيعودك ان انت تفكر وتنتبه لحاجات كنت الاول بتفكرها بديهيه، ودي فكره التفكير الابداعي، ان انت الحاجات اللي انت كنت بتفكرها بديهيه لازم تفكر فيها. نيوتن وقعت على راس التفاحه، ما قالش ما هو على طول بتقع، لا قعد. طب اشمعنى المره دي وقعت؟ هو القصه الحقيقيه، قصة حقيقية مش ان في تفاحة وقعت، تمام، هو قصة تانية بس بلاش نخش فيها، نتكلم فيها مرة تانية. طيب تعال نشوف الحكم بتاعها. في احد الشيخ الاخضري بيقول ايه، والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة اقوال، فابن الصلاحي والناوي حرامه، وطبعا تيمية وعلماء كتير، وقال قوم ينبغي ان يعلم. يعني في ناس قالوا ان هو حرام وفي ناس قالوا ان هو فرض كفاية لازم عدد يتعلموه من المسلمين، لو ما حدش يتعلم خالص المسلمين كلهم يقسموا. والقولات المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة، ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. بص لما تلاقي الثلاث آراء يعني عكس بعض تماما، لكن لو ركزنا هنكتشف إن هما بيقولوا نفس الكلام. يعني واحد بيقولك حرام، واحد بيقولك فرض، واحد بيقولك في شرط. هو تعالى بقى نشوف هما بيحرموها ليه. في اقوال كتيره، احنا مش هنقعد نذكر كل حاجه اقوال كتيره، واو، بس اقول لك الاقوى الاراء او هو ده الشديد فيهم. فمثلا الامام النووي كان بيقول ان في اختلاط بكلام فلاسفه باطل كتير، وفي اقوال كتيره في الهه متعدده وحاجات دي كلها، فبتفسد العقيده الصحيحه، تمام. لكن لو انت عندك الفهم للقرآن والسنة وفهم العلم الفقه، اكيد كل الشبهات دي مش هتأثر بيها، تمام. ولذلك الامام تيمية مثلا كان ألف كتب في المنطق بشكل قوي جدا، من اهم كتب في المنطق. الامام الغزالي ألف كتب، يعني كتابه في الرد على الفلاسفة كتاب في الفلسفة. الإمام الغزالي بيقول إن هو يجب أن يعلم العلم ده، لازم يعلم، فهو بيقول
في مقدمة المستصفى، وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لم يحد بها فلا ثقة له بعلومه أصلا. يعني اللي مش فاهم علم المنطق مش هيقدر يتقن أي علم تاني، مش هيقدر يفرق بين ده الكلام ده صح ولا غلط، تمام؟ وده ناس كتيرة جدا تابعوا الكلام الإمام الغزالي، لذلك في بعض العلماء قالوا ان هو فرض كفاية، لازم ان هو ناس تبدأ ان هي تتعلمه، تمام؟ فالتحريم الأقوال كتيرة، بس هي أقوى الآراء ان هو عشان الأقوال الفلاسفة القدام، فقال لك الواحد يكون متقن للعلوم ويحاول ان هو يشوف أقرب الناس للكتاب والسنة يتعلم منهم. يعني أنا مثلا لما بدأت ما كانش فيه وصول غير لبعض الناس كان أراهم علمانية، فبدأت تعلمت منهم. بعد كده لقيت بعض المصادر التانية كان أغلبها شيعة في حوتات وكده، فسمعتها كان مسجلة صوت، وبعد كده شفت بعض الحاجات لحد ما وصلت لناس بدأ بقى كان في بدأت تنزل حاجات إسلامية، فبدأت أن أنا أسمعها واستفدت من كل واحد فيهم. لكن طبعا لما كانت إسلامية صفه لك، يعني إداك الحاجة متصفية، ما فيهاش الشبهات، ما فيهاش الكلام الفاسد اللي كان موجود في الكتب القديمة، تمام؟ فلذلك فكرة ان هو محرم او كفر او كده ده كلام غير سليم، لانه علم عقلي محض زي علم الحساب، ده ما فيهوش فساد الا لو انت استخدمته في ان انت تعد مثلا ازاز الخمرة او حاجة زي كده، تمام؟ فلا هو مش المشكلة فيه، المشكلة ان حد يستخدمه استخدام خطأ، زي ان هو يستخدمه عشان يخلي الحلال حرام والحرام حلال، او يعمل شبه للناس، او ان هو ياخد اقوال فلسفه بتوع زمان ويبدا ان هو ينشر افكار مضلله، هو عارف انها مضلله، يعني هو نفسه عارف انها مضلله وبيحاول يدلل الناس. فالاصل فيها ان هو العلم حلال مفيد، هنشوف ان هو مفيد ازاي في الهندسه وفي الطب وفي كل العلوم، وعلم خادم، يعني علم حديث برضو من العلوم الخادمه اللي هو بيفيد في كل العلوم، حتى علم العقيده اللي بيدرس عقيده لازم يتاكد ان الحديث ده صحيح، بدل ما يعتمد في عقيدته على حديث يكون موضوع او ضعيف. فده اللي احنا نبدا بقى نتكلم فيه بالراحه كده، ونبدا نمسك واحده واحده، ونبدا ان احنا نفهم بعض الحاجات اللي هتفيدك في حياتك العاديه وهتفيدك في شغلك ان شاء الله، يعني باذن الله، تمام؟ لو في اي حد عنده ملحوظات يا ريت يكتبها لنا، وان شاء الله نحاول نحسن كل شويه.